المشهد الثاني الشوت الاول تيك الخامس. كنا في موقع تصوير فيلم عن سيد مولاتي أم البني عليه السلام. الآن في آخر مشهد هو مشهد القبور الأربعة مع قبر الإمام حسين، كان مشهد مؤثر جدا، وأنكم تشوفون الآن كل كذا متأثر بهذا الشيء، مشهد جدا رهيب. وكيف أم البني تودع الإمام حسين وآخر حياته، طبعا هذا الإنتاج العتبة العباسي المقدسة، مركز كفيل الإنتاج الفني، كادر مركز كفيل الأبطال من مصورين ومبدعين من مونتيرية من مضاءة من صوت